أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام الشديد بصناعة الهاتف المحمول سواء للسوق المحلية أو بهدف التصدير، وخلال اجتماع لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر أوضح مدبولي أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول. بحث محافظ القاهرة إبراهيم صابر مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة القاهرة، كما تم بحث إمكانية استغلال المساحات المتوفرة بالمحافظة في جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك إمكانية الترويج لها على الخريطة الاستثمارية الخاصة بالهيئة، وكذلك بحث المحافظ ورئيس الهيئة سبل حل مختلف المشكلات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمحافظة. أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في يوليو الماضي ارتفع بنسبة 1.92% على أساس سنوي، كما أشارت البيانات إلى أن مقارنة بين يوليو ويونيو الماضي زاد معدل التضخم بنسبة 24%، حيث ساهم في الارتفاع مجموعة الخضروات والمياه والصرف الصحي والأمتعة الشخصية.